سيادة القاضي، حضرات المنتشرين، إن القضية التي أمامنا ليست سوى قضية عادية، يعني ما فيهاش أي مشاكل، عادية جدا زي أي قضية في الدنيا. بتبص على إيه يا حبيبي؟ لا، ما مش كل ما تشوف واحد شيك بقى في حياتك تقعد تبص له النظرات دي، ما ترمقنيش بنظراتك بعد إذنك. القضية التي أمامنا ليست إلا قضية عادية، فهناك جدال وخلاف. بتبص على إيه؟ بتبص على إيه؟ لا مش معقولة، ده الطقم ده أنا جايبه من بره. أنت حضرتك شغال في محكمة الأسرة؟ لا ده سينيه. هو أنا يعني عشان لابس بيجامة وكده؟ محكمة البيت، محكمة ده فاكر الأسرة. يعني إن الجماعة طردوني وكده؟ ما أنا عندي إحساس إن ممكن أكمل المرافعة؟ اتفضل يا فندم. إن المتهم متهم إيه؟ نعم؟ هو المتهم مش أنا. ما أنا بقول أهو. أنت بتشاور عليا. نعم؟ معلش إيديا أصلها بتشاور في حتة كده لوحدها. ما تزعلش منها، ما تزعلش منها. إن المتهم أهو بص إيديا راحت فين؟ أهي. متهم يا فندم مش أنا. ليه كده؟ بقول لك مش أنا. يا جدع ليه كده بقول لك؟ مش أنا. هلعب معانا؟ طب تعالى أهو. مش أنا. مش أنا. لا الراجل ده إيده تقيلة. بس خلاص بس.